السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سيدي الحاج. أهلا أهلا سي مولاي الحسن. الله يحفظ لك الصحة ديالك سيدي الحاج. بارك الله فيك مولاي. جزيلا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يحفظ لك الصحة ديالك. نعم سيدي مولاي الحسن. هذيك المرة اتصلت بينا خويا. لا إله إلا الله. رانا سعيد. نعم سيدي باش نتصل بك. الله يطول عمرك. نعم سيدي اليوم راه درت العملية الحاجة. نعم سيدي الحاجة فاطمة. الله اكبر الله اكبر. وهذيك المره راه الناس كاع تاثروا دعوا معها بالخير. الله يجزيهم بخير. داكشي علاش حتى انا نعم سيدي بغيت نتشكر بهم وبغيت نشكرهم بزاف بزاف كاع الناس اللي دعوا معنا ودعوا مع جميع المرضى ديال المسلمين. رانا كنتشكر بهم كنشكرهم بزاف بزاف. لا اله الا الله. اليوم نعم سيدي داروا العمليه ديال داروا لي هذيك لابار ديك البيس ميكر ديك لاباري ديال القلب. الله الله. وراه في الخمسة هاد العشية خرجت من الأمور ديالها بخير وعلى خير الحمد لله. إوا غادي تبقى لينا واحد العملية أخرى نعم سيدي ديال واحد الصمامة للصمامة الأسبوع الجاي. يا ربي يا ربي. وراه تنشكر عباد الله جميع الناس راه تيتصلوا بينا وتنشكر بزاف بزاف جميع الناس اللي تحملوا العبء ديال السفر. شي جانا من مراكش الدار البيضاء الرباط الصويرة كاع الناس هاد 15 يوم هي في بيت الخطر وما كاع الوجوه تتبدل. نعم سيدي الله يجازيهم بخير. الله يعشر لهم الخطوات ديالهم. يا رب الله يعشر لهم الله يثبت لهم العمل ديالهم. وسيدي مولاي حسن بعض الناس نعم. بعض الناس اللي من الصويره خبرونا قالنا بهاد الشريفه هذه يعني من اهل الكرام انها وهبت ارض كبيره وكبيره كمقبره للمسلمين كتساوي ملايين وملايين يعني فيها السخاء. هاد الحاجة هذاك الشيء اللي كاين وملي سقت الخبر كاع تخاصمات معايا قالت لي انا تنخلي داك الشيء مستور وانت مشيتي ما تعاود ديرها حتى يهضر معايا واحد السيد العالم ديالنا في الصويره رئيس ديال العلماء ديالنا في الصويره وقال لي لا يسق لي الخبر هو قبل من هاد الشيء. نعم سيدي لا اله الا الله. وقال لي لا راه ما بنعمات ربك فحديت. اييه راه قال لك الا قلتيها لا راه باش ينوض واحد اخر يدير ولا اخر يدير ولا اخر يدير ولا اخر يدير. نعم سيدي. فماشي قلت لي قلت لها هذا الشيء قالت لي لا عاود خلي لي هذاك الشيء مستور هكاك هكاك وتاي ولا لا هذاك الشيء راه ما فيه حتى شي مشكل ما فيه حتى شي مشكل. لا اله الا الله. ودابا الله يجازيك بخير هاد الناس كاملين اللي دعوا معنا وهاد الناس اللي تحملوا العبء السفر نعاودها عاود ثاني الله يجازيهم بخير. الله يجازيهم بخير. والطبيب ديالها نعم سيدي داك اللي هو الرسمي ديالها الدكتور الشرعي راه ما غادي يخلصوا الى الله تعالى راه تيتحمل نعم سيدي ويجي عندها حتى لهاد الكلينيك ديال الدولي ويشوفها. والعائله ديال الشرعي تبارك الله معروفين فيهم اطباء وفيهم رجال اعمال وكيسعوا في الخير. داك الشيء اللي كاين نعم والله القسم الا قال لي كان واقف هو والطبيب اللي بيدير العمليه في الدكتور رحموني. إيه. واقف هو وياهم اللي تيهضر دوزوه ليا وهو يعيط لي الدكتور الشرعي هذا الرسمي ديال الحاجة 25 عام وهو متبع مع الحاجة. نعم سيدي الله أكبر. 25 والوجه والراس المحدور قال لي نعم سيدي واحد العلاجات على خاطرك ياك ما لا. إيه نعم سيدي ياك قال لي كسيدي وصاه الوالد ديالو على جوج الحاجات. إيه الحاجة الأولى قال لي عمر الراس ديالك ما ترفعه. الله الله. ديما الراس ديالك يكون محدور قدام الناس. سبحان الله. الحاجة الثانية اللي جا عندك دوز هو راه اختصاصي في القلب والشرايين وما تلقاش النوبة ديالك. نعم سيدي عنده. وسبحان الله هذه الصفة ديال السيد اللي جا دوز عندك وما عنده فلوس دوز ليه فابور وشري ليه الدواء من عندك. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله القسم لا زميلة قالها لي يومين هذه يومين. وسبحان الله مولاي الحسن المدير ديال هذه الإذاعة المباركة مولاي أحمد الشرعي حتى هو في نفس الصفة يعني حتى هو ما كيهش الراس ديالو بتواضعه رغم ان مقامه رفيع فيه وتقضى على ايدي حوائج الناس. سبحان الله راه عائلات كتكون في الدم ديال الخير. الله يحفظه سيدي. اللهم امين. اللهم امين. الله يعطيه حتى هو داك الشيء اللي كيترجى في الخاطر ديالو. يا ربي يا ربي.
مولاي الحسن واحد السيد قال لي في العمليه قلت لهم واحد الكلمه اثرت فيهم بزاف، قال لك غدير مراتك غدير عمليه ديال القلب، قلت لهم كون كان قلبي يهدى كون هديت لها القلب ديالي او نقسموا معها نصفيني. والله الا داك الشيء اللي كاين. لا اله الا الله. والله الا هذا الشيء اللي كاين. الله الله الله. والله الا نهار قبل ما دير يولي حتى الله هو هذا. وهذه محبة كبيرة مولاي الحسن، هذا إخلاص كبير ووفاء عظيم. القلب تنقسموا معها بالله عليا، وهذا الشيء ما تنقولوا شيء زعما كاين رمضان، راه رمضان قدامنا. الله الله. راه ماشي بالافتخار ولا شي حاجة، والله كون كان تقسم تنعطيها النص. الله أكبر. بالله عليا. لا إله إلا الله. كنشكر نعم سيدي هذا الأطباء لا سير رحموني ولا مرت هذا السيد الدكتور الشرعي حتى هي الدكتورة نعم سيدي هذا العالمي بشرى. حتى هي مختصه في هذا التنفس، راه مقابلاها واحد المقابله راه وقت ما دخلت عند هذاك الدكتور الشرعي تلقى الخاطر وتلقى 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 عمرو ما يجاوبك في شي جواب خايب. سبحان الله. في جوج اللي تيجي للمصحه وفي الحداد الليل. الله الله. ايوا اللي عطى الله هو هذا، الله يعطيهم هاد الناس اسيدي داك الشيء اللي كيتمناو في الخاطر ديالهم. يا رب يا رب. وهذا الشيء اسيدي دابا انا كنكون غادي اش تنقول نعم اسيدي. نعم. هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء، أغيتنا أغيتنا يا لطيف بخلقه إذا نزل القضاء يتبعه اللطف. الله أكبر. وتنقل نعم سيدي ذاك التوسل يا من إلى رحمته المفر. وقرأ لنا مولاي الحسن دابا الله يجزك بخير، أنت راك رجل رجل نوراني ورباني، قرأ لنا التوسل نسمعوه. يرى ما في الضمير ويسمعه. ايوا اللي عطى الله هو هذا، حنا دابا مع هاد المديحين ومع هادشي هذا هو البليه ديالنا نعم سيدي الولاعة ديالنا. تبارك الله تبارك الله. الناس ديال الصويره كلهم معروفين بهذا الشكل هذا اللوعة والحب ديال الانشاد النبوي الشريف. اي نعم سيدي. يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع، يا من الى يا من يرجى للشدائد كلها، يا من اليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري لبابك حيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لفقرك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع، بالدل قد وافيت بابك عالما أن التدلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع. يا رب. ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع. إيوا هذا التوسل نعم سيدي ما تيخطانا شيء. تبارك الله. ودابا نخليو الكلمة نعم سيدي. الله يحفظكم سيدي الدكتور. الله يطول عمركم مولاي الحسن. الصحة ديالكم وهذه الإذاعة الله يجمع ليها الشمل ديالها ويخليهم ديما متحابين كيف ما دايرين ديما وراه محبوبين عند الناس مجموعين. بارك الله فيك. لا من المدير ولا من كل شيء، راه كاع الناس يحبوهم. بارك الله فيك سيد الحاج. والله يحفظكم اسيدي والله يحفظكم. والكلمة لسعادة الدكتور نعم. شكرا أسيدي. شكرا مولاي الحسن. بعد أول حاجة واحد التنويه كبير، هذا رجل قل نظيره، يعني كيتكلم عن المرأة ديالو بواحد المحبة واحد المودة غريبة وربما قلت في زماننا. قليل القو بان بعض الرجال الى سولتي على المرض ديالو ربما يقول لك يذكر لك غير بعض المتاليب وبعض الاصطدامات والخلافات. مولاي الحسن هدرت معاه خارج البرنامج وكيتكلم على المرض ديالو بواحد المحبه واحد الموده واحد العظمه والكرامه كثيره بزاف. ومن بعد سولت بعض الناس قلت لهم هاد المراه شكون هي اش كدير هاد المراه هادي، قال لي هذه من النساء ديال الصويره، هذه من بنت عائله كبيره، هاد المراه تعمل كثيرا ولا تكاد تتكلم، يعني هي صامتة، إلا شفتيها امرأة بسيطة صامتة وتعمل كثيرا، كدير أعمال الخير، كتطعم المساكين، كتداوي المرضى، كتفك الديون، كتدق الأبواب، ورثت على والدها مال وفير
ومن بينها واحد الارض كبيره في اقليم الصويره اللي هي ارض جاءوا مستثمرين بيعطوها ملايين ورفضتها، قالت نخليها للمسلمين تكون كمقبره تضم رفاتهم. وهذا الامر هذا يعني اللي كنا احنا اليوم في شهر مارس، وشهر مارس في 8 مارس وكنحتفلوا دوما باليوم العالمي للمراه، هذو هما النماذج ديال النساء التي ينبغي ان يحتدى بهن. هذو نماذج ناجحه، ماشي امراه غتقول لنا اجي نديروا الاباحيه، اجي نديروا الحريه الشخصيه، اجي نديروا علاقات عاطفيه على شواطئ والقانون لا حق له ان هذا ماشي ليس المجتمع لا يحتاج الى مثل هذه العروض. المجتمع محتاج الى عروض اخرى، الى من يقدم النصيحه الطاهره النقيه، الى من يقدم الايادي البيضاء، الى من يمسح دموع اليتامى والثكالى، الى من يقدم دواء للمريض، الى من يقدم طعاما للفقير والمحتاج. هذه المرأة واللي كتخلق في قلب زوجها سعادة، تخلق في قلب أسرتها فرحة. وهذه الحاجة فاطمة نموذج يحتذى. إذا كنا في 8 مارس نحتفل بالنساء التي قدمنا إنجازات كبيرة، هذا هو النماذج المحتذى اللي كيفتخر بهم المغرب. أما بعض النماذج غتجيب لنا فكر معطوب، فكر بالي رموه الناس في روسيا أو في أمريكا أو في الغرب ونجيبوا نبتوا في المغرب ديالنا، لا يقبل لا ربي عز وجل ولا الشعب ولا الأرض، ما تقبلوش أصلا، مرفوض. فنسأل الله سبحانه وتعالى يكثر من هذه المرأة الصالحة في 8 مارس، يكونوا النساء الصالحات، النساء الحادقات، النساء المشمرات اللي كيسعوا في الخير ويسعوا. إلا عندها المال كتعطي من المال ديال الفقراء والمساكين، إلا ما عندهاش كتعطي الكلمة الطيبة، تعطي النصيحة، كتعطي التوجيه السديد، كتلقاها كتخلق جنة في أسرتها. راه كيقول لك على الرجال الرابح من المرأة والخاسر من المرأة، واللي ما عنده مرأة ما رابح ما خاسر. فمولي الحسن كيتكلم بها الطريقة الراقية، لأن ربي عطاه امرأة حادقة طيبة وكتخلق جو السعادة داخل البيت. فأسأل الله تعالى أن يشفيها ويعافيها. اليوم راه دارت العملية الجراحية على القلب، نسأل الله تعالى أن يشافيها ويعافيها. اللهم يا ربي داوي قلبها، يا شافي القلوب داوي قلبها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اشفها وعافها وجبر عظمها وقوي شكيمتها. اللهم يا رب جدد فيها الشباب، جدد فيها الحياة لتقوم وتستأنف عملها الصالح مع الضعفاء والمساكين والمحتاجين في إقليم الصويرة وما حولها. اللهم يا رب عجل لها بالفرج. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.